كابتن عادل، تقييمك لاداء النادي الاهلي على مدار الشوط؟ يعني احنا اتكلمنا الشوط الاولاني وقلنا ان احنا ضيعنا فرصه ودخلنا الترسانه كمان في معانا في اجواء المباراه، في اجواء المباراه، وقلنا الضغط هيبقى الشوط الثاني عشان تخلص. بس واضح انه المباراه كانت بتتلعب يعني باريحيه من اللعيبه، مش عارف ليه. يعني مفترض ان هم بيثبتوا ذاتهم او بيجهزوا نفسهم. الفكره انك انت بيجي عليك وقت من الاوقات ما بتلعبش كتير، فبتجي لك فرصه انك تلعب، بتثبت انك كويس وبتثبت انك انت يعني جدير انك تبقى موجود في المكان. ولكن انا شفت ان النتيجه جيده انك تصعد، وده المهم. هتيجي نتكلم في الايام، الناس ممكن تتكلم تقول لك لا، النادي الاهلي لازم يصعد بنتيجه ويصعد. كابتن عادل، انت بتتكلم على ان النتيجه مرضيه؟ ده طبعا. لا، انك ما بكلمش وصل. على الهدف. بص يا كابتن، ان انت صعدت. بص يا كابتن، خلينا نبقى واقعيين. انت عندك هدف كويس بتشتغل عليه، حققته. ان لا، وانك انت رايح فين؟ كل اللي انت بتعمله ده عشان تروح فاينل كاس وتاخد الكاس، لان النادي الاهلي بيلعب على البطولات. ماشي. ما ينفعش انك تاخد دوري وتقول خلاص انا خدت دوري، لا، كمان هتاخد الكاس. كويس. فتوصل بيه لاي وضع او اي شكل ممكن يكون ادائك مش مطمن، او ما بي الناس مش مطمن الناس بيه، ولكن انت وصلت للهدف بتاعك من اقل الطرق، بغض النظر عن الاداء. انا ده وجهه نظري. ما هو انا ما اقدرش افصل بين الاثنين. لا، هقول لك يا كابتن، بتتكلم عن النادي الاهلي عادي. لا، انا هكمل لك. انا بتكلم على تجاربي. كويس. المفترض ان انا لو في وقت ده مكان مثلا الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي، انا هشتغل على الوداد حتى في المباراه دي. ماشي. ان انا يعني طول الوقت اركز لمباراه الوداد. كويس. طول الوقت ان انا عاوز اوصل باللعيبه حتى اللي ما بيلعبش. في احيانا ادائك انا ما بهتمش بيه. كويس. ادائك في المباراه، بس انا بهتم انك انت في مباراه كاس انك تكسب. ماشي. دي وجهه نظر. ماشي. ممكن يكون الاداء ما كانش كويس من وجهه نظر الناس بالشكل العام، ولكن انت وصلت للغايه بتاعتك. تعال نتكلم بقى على الاهم في الوقت ده. انك انت ازاي تروح لفرقه زي فرقه اللي هتلعبها في قبل النهائي، الوداد. كويس. يعني انت لو حتى بصيت، يعني احنا عندنا وقتنا، ممكن لا هنتكلم فيها في الاخر طبعا. يعني انا ممكن اقول لك في وقتها بقى، لا هنتكلم فيها لسبب بسيط كمان، ان في بعض الحاجات اللي حصلت النهارده لو حصلت ماتش الوداد تخسرنا كتير. كتير. بص انا عايز اقول لك كلمه، يعني انت لما تيجي تلعب مباراه مع الوداد اكيد تحضيرك ليه غير مباراه مع الترسانه. هتقول لي ان ممكن اللعيبه دي تبقى متواجده، حتى الدافع نفسه يا كابتن هيكون مختلف تماما. صحيح. هيبقى في اختلاف في الدافع بالنسبه لماتش الترسانه، وبالنسبه انت بتتكلم على ادائك كلاعب، الاداء بيعلى لوحده، لانك انت بتلعب على فاينل، على قبل فاينل افريقيا، بتلعب. كويس. مع فرقه وصلت قبل نهائي افريقيا، فانت اطمن تماما. انا بص يا كابتن، انا ما بخافش من الاداء اللي هو قبل المباريات الكبيره، الاداء اللي هو ما بيكونش جيد 100%. عارف ليه؟ لان التفكير بتاع اللعيبه دائما بيبقى في المباراه، وليس بيبقى في المباريات السهله اللي المفترض ان هي فيها سهوله. كويس. زي مباراه الترسانه.